لما وصل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المسجد دخل على قبر على بيت عائشة رضي الله عنه ليتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فكشف عن وجهه ورأى أنه مات وقبله وقال أما الموتى التي كتب الله لك فقد ذقتها ما نشك. ويعرف الإنسان أنه مات بعلامات ظاهرة منها شخوص بصره كذا، لأن الروح إذا خرج تبعه البصر، هذه من حكمة الله عز وجل حتى يتبين، ومنها انخساف الصدر هذا ينخسف، ومنها ميلان الأنف يمين أو يسار، ومنها رخاوة الفك السفلي من الوجه اللحية واللحيين يرتخي وينفتح فم الميت. ولهذا يعتني الغاسل بهذا بتغميض عينيه قبل الغسل حتى لا يدخل الماء ويسرع إليه الخراب، وضم الفك وشده بالكفن حتى لا تدخل الهوام، قد يكون فيه هوام في القبر، فهذا أمر انتبه له. هذه علامات كذا، غير كونه تقف نبضات القلب وتقف تبرد حرارة الجسم وغير ذلك، هذه علامات ظاهرة يعرف بها. وينبغي أن يترك الميت بعد موته نصف ساعة ساعة حتى يتأكد من هذا، أنه قد يكون إغمى، قد يكون غيبوبة مثل ما يقولون وغير ذلك، قد يكون اللي يسمونها الآن وفاة دماغية، وهذه ترى فيها نظر، هذه فيها نظر، قد يدعي الأطباء الوفاة الدماغية من شان التبرع بالأعضاء مدخولها النية. وحدثت حادثة لقريب لنا قبل سنتين أو ثلاث أنه قالوا عنه أنه توفي دماغيا وحظ والده أن يتبرع بأعضائه، والوالد عامي مسكين ما يعرف الأشياء هذه، فقال الولد وهو صغير الثالثة عشرة وأقل بلوغ ما بلغ، قال والله لا والله ما نتبرع بعضاء أخي والله كذا. يوم أخذ يومين أفاق الولد وقال إني أسمعكم وأنتم تتكلمون، والله إني أريد أن أقوم أضمك وأقبل رأسك يا أخي الصغير، يعني رعب أنه ستقطع عضاء وهو حي. هذه أمور تحتاج لثبت، وبعض الأطباء متهم، وبعض الجهات قد تكون أيضا تستعجل، وهذا غلط، هذا أمر ترى فيه تفريط، لابد من التروي في هذا والأناة. وفيه أعضاء من التي تبرع فيها ما تؤخذ إلا بعد إلا في حياته، لو مات يمكن ما يستفاد منها، في هذا اللي يحمل بعض الناس على الاستعجال. وأعضاء تؤخذ بعد الموت وتنفع، لكن في بعض الأعضاء لا لابد تؤخذ وحي، فينتبه لهذا، ترى هذا خطر تكون تسبب في قتل ما تدري أنت يعني.